الصوفية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فعلى خلاف ابن الباب واسمه حكيم بن مرة بن مقعد بن نعيم بن غالب بن طهر واسمه وإليه تنسب البطون القرشية وما فوق من كما جنح إليه الكثير والقضاء ابن مالك بن النصدر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ياس وهو أول من أحدى البدن إلى الرحاب الخرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وحاز سلك مزمة ورائده بلاء السنة السنية ورفعه من الخليل إبراحيم عن سكن السريع وأباه وعدنان إلى ريب عند الزبر وقلوا من سبيا إلى الزبيه إسماعيل نسبة ومنتبى وعزم به قد تعلقت كواكب وكيف لا والسيد الأكبر صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب تحسب العلا بخلا قلدت حجومها الجوزاء حب الزائق بسودا وخرا وفخار أنت في اليتيمة العصماء وأقرن به من نسب حرم تعالى من سفان الجاهلية أوردت زين العراقي وارد في مولد الحي ورواه عابس الإله كرامة محمد أبا أمجاد صوما لاسمي ترك الصفا فلم يصبهم عاره من أدام وإلى أبي وأمي صراط صرى نور نبوة في أسار الحرورين البحرية وبلر بدره في جبين جدي عبد المطلب وبني عبد الله
عطر اللهم قبر الكريم بعرف سجين صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقات رؤية الزهرية وحصها القريب مجيب بأن تكون من أم المصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره. بحملها لأنوار الزودية وصاب كل سب لهبوب نسيم الصلاة وكسيت الأرض بعد طول جدها من النبت حلالا سندسية وأين عنت الثمار وأدنى الشجر للجان جناه ونطقت بحملي كل دابة لقريش بفيها صاحب الألسن العربية وحررت الأسرات والأسر نام على الوجوه والأفواه وتباشرت وخوش المشارق والمغرب ودوابها البحرية وحدثت العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بإذلال زمن انتهكت بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورحبة الرحبانية ولهباج حبري كل هبر حضير وفي غلا خصميتا وأتيت أمه في المنام فقيل لا إنك قد حملت لسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعت محمدا إنه ستحمد أقبى عطر اللهم قبر الكريم بعرض سجين من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكين دولو bacaan Al-Farzan kita malam hari Jumat ini, semoga bermanfaat terutama kami pribadi.
di sini kami ingin sekali menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW lalu Al-Barzajiyah. Dulu kami ingat masa-masa kami di waktu Sanawiyah belajar Al-Barzajiyah bersama pemuka-pemuka agama di dusun kami, yaitu dusun Sungai Padang, kecamatan Desa Nipa Panjang, kecamatan Batu Ampu, Kabupaten Kubro. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih bisa melaksanakan bacaan Al-Barzajiyah. Teman-teman yang sudah nonton dan like dan subscribe kami, semoga video buat kami ini bermanfaat untuk kita semua. Salam. Mudah-mudahan dengan bacaan ini kita, kami pribadi, bisa mengulang kembali tentang pengalaman-pengalaman itu Al-Barzajiyah yang kami pernah pelajari, dan juga bisa ditingkatkan lagi bacaannya. Sekian dulu bacaan atau video call kami di Al-Barzajiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.